ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في سيشن انتروداكشن كده عن البروجكت مانجمنت بشكل عام. بحب اعمل السيشن دي كل فتره، كل شهر شهرين كده، عشان نتكلم عن محتوى الكورس بتاع البي ام بي، وفي نفس الوقت ندي نبذه كده وزي انتروداكشن بسيط عن البروجكت مانجمنت عامه، بدات ازاي، ويعني ايه بروجكت، ويعني ايه بروجكت مانجمنت، وليه بنحتاج نبقى عندنا الفكره او التكنيكس والارتيفاكتس اللي احنا محتاجينها، والميثودز اللي بيحتاجها البروجكت مانجر علشان يدير اي مشروع. فالنهارده هنتكلم عن الموضوع بشكل مختصر شويه، لان الكورس الحقيقه هو 36 ساعه. هنقول في الاخر هو الكورس عباره عن ايه ومحتواه وكل حاجه، بس تعالوا الاول نبدا زي في جيرني سريعه كده عن البروجكت مانجمنت بشكل عام. الاول اعرفكم بيا سريعا، انا اسمي عمرو الخضري، مهندس اتصالات ودفعه قديمه شويه، 18 سنه، مهندس اسكندريه اتصالات والكترونيات، وماجستير اداره اعمال ام بي اي هولدر، وسيرتيفايد بقى في حاجات كتير ليها علاقه باداره المشروعات او عامه بالمانجمنت زي بي ام بي وبرانس 2 وغيرها. وفي نفس الوقت جنب شغلي كسيرفيس مانجر في اورنج بزنس سيرفيسز، فانا كمان انستراكتور بقالي سنين كتير الحقيقه في كل ما له علاقه بال بروجكت مانجمنت كورسز زي البي ام بي وكرانس 2 وايتل بقى فيرجن 4 واجايل بقى طبعا، والكورسز اللي من هذا النوع. طيب النهارده موضوعنا في الساعه هي هيبقى سيشن سريع، واعذروني لو كنت سريع شويه لان هحاول ان انا مينتين ان هي تبقى ساعه. هنحاول نتكلم عن رحله البروجكت، يعني ايه بروجكت اصلا، والرحله عامه او الستبس اللي انا بحتاجها علشان ابني بروجكت من الصفر لحد ما يبقى بروجكت ناجح، ان انا اقفله على نجاح. يعني ان البروجكت ممكن يتقفل، ممكن البروجكت تقفله من غير ما ينجح، وارد جدا، وارد ان البروجكت يتقفل على ان هو كلوزد عشان ما كملش، فلوس خلصت، مش عارفين نوصل ان هو يبقى سكسسفول بروجكت في النهايه. ده هنتكلم عنه في الكورس بشكل عام. فالستبس احنا هنتكلم عنها تقريبا خمس مراحل او اربع مراحل اساسيه قبل ما نبدا البروجكت، بعد كده واحنا بنبدا البروجكت، بعد كده نبدا ننفذ ونمونيتور الشغل واحنا بننفذ، ونقفل البروجكت سكسسفولي طبعا. فسريعا كده قبل ما تبدا البروجكت، تعالى اعرفك يعني ايه بروجكت اصلا، يعني ايه مشروع. المشروع هو اي حاجه من وجهه نظر بي ام بي، او من وجهه نظر فرانس 2، او من وجهه نظر اي ميثودولوجي، او اي حد بيدرس اداره مشروعات، هو شيء تمبري، حاجه مؤقته. مؤقته دي لا تعني قصيره الامد، يعني هحط لكم اكزامبلز هنا. بناء الاهرامات خد 20 سنه، بس ذات واز بروجكت. ليه بقى؟ لان بناء الاهرامات كان ليه بدايه ونهايه. ابتدوا يقولوا احنا هنبدا دلوقتي نحط الاحجار فوق بعضها، وانس خلص خلصنا الشكل بتاع البيراميدز، شكرا خلاص المشروع خلص، هنمنتينه بعد كده بشكل ما، ذيس از اوبريشنز، وهنتكلم عنها بعد كده. حفر قناه السويس قعد 10 سنين، ودي مش مده قصيره، لكن لما بداوا يحفروا قناه السويس ده كان مشروع. بعد كده دخلنا في مرحله الاوبريشنز. فالاوبريشنز يعني انا قلت كلمه اوبريشنز مرتين، او البيزنس از يوجوال زي ما بيسموها اوقات، هو بعد مرحله ما بعد المشروع. عارف لما تبقى بتعمل فندق، بتبني فندق، وانت بتبني الفندق كده ده مشروع، ان انت هتاخد ارض وتحط، هتعمل مبنى، تعمل سيستم بتاع البوكينج بتاع الغرف، تبقى بتعمل السكيورتي سيستم، المونيتورنج، كل بقى اي سيستم هتعمله انترنال جوه الفندق. لكن لما هتخلص انت في النهايه محتاج تسلم الكلام ده للاوبريشنز، الناس اللي هتدير الفندق. فوانس سلمت للناس اللي هتدير الفندق، اللي هيقعد بقى يدير البوكينج، يدير السكيورتي، يدير الاجزاء المختلفه او المراحل المختلفه اللي بتتعمل جوه الفندق ده، دي مرحله الاوبريشنز. ده سريعا طبعا احنا في الكورس بنشرح التفاصيل دي بشكل اكبر شويه. فالمشروع مؤقتا كده، عايزك تبقى عارف ان هو حاجه مؤقته، حاجه تمبر، ليها بدايه ونهايه، ومش شرط ان هي عشان ليها بدايه ونهايه ان هي تبقى مدتها قصيره. طب امال ده البروجكت، امال ايه البروجكت مانجمنت بقى؟ البروجكت مانجمنت هي ان احنا عايزين ندير بقى البروجكت اللي احنا بنعمله ده بشكل in a timely manner و in a cost budget manner، ان انا ابقى بدير بالوقت المناسب ليا وبالفلوس اللي انا حاططها للمشروع، او بمعنى ادق بقى عشان نقول الكلام بشكل علمي زي ما البي ام بي بتقول، بمثلث الكونسترينز المكون من الكوست والتايم والسكوب، ان انا هعمل حاجه معينه مطلوب مني اجزاء معينه بكواليتي معينه، مطلوب مني اخلص بفلوس محدده، مطلوب مني اخلص بوقت معين. كل ده اللي بيعمله البروجكت مانجر هو الشخص الاسايند، الشخص اللي احنا بنعمله اساين.
من مع في حد بيقول ما عندوش صوت، يعني ممكن تعمل لوج اوت ولوجن تاني، لان اعتقد باقي الناس سمعاني كويس. اكدوا عليا لو حد عنده مشكله في الفويس، ممكن تجرب تلوج اوت وتلوجن تاني، اعتقد هيشتغل معاك. طيب فالبروجكت مانجمنت هي ان احنا هنجيب النولج والسكيلز بتاعت البروجكت مانجر علشان يدير البروجكت ده عشان ينجح. والبروجكت مانجر هو الشخص اللي احنا هنقصينه اساسا، اللي احنا هنجيبه شكل ما، نقول له تعالى بالنولج اللي عندك، بالتكنيكس اللي انت عارفها، بالاكسبيرينس اللي عندك، دير لنا البروجكت ده، مانجه بشكل ما بحيث انه ينجح ونحقق الاوبجكتيفز بتاعته. فالكلام ده عشان يبتدي وينجح، خلي بالك من غير دراسه جدوى اضمن الفشل. من غير دراسه جدوى حضرتك بتاخد نفسك كده وبتقول ان شاء الله المشروع ده هيفشل. نو واي. فاول خطوات نجاح اي مشروع هي البيزنس كيس. البي ام بي او حتى عامه حتى برانس 2، اي كورس بيدير بيتكلم في اداره المشروعات، بيقول لك لو سمحت هتدير مشروع، هتبدا تفكر في البروجكت. الناس كلها بتبقى بتعمل ايه؟ يبقوا قاعدين الشباب كده على القهوه يقول لك احنا عايزين نعمل بروجكت، هنعمل المشروع المشهور مزرعه فراخ، مطعم سندوتشات. دايما الناس كلها افكارها نفس الافكار. اوكي، درست جدول الموضوع ده؟ هل انت دارس كويس قوي البنفيتس اللي هتجي لك منه؟ هل انت دارس الوضع عامه في السوق دلوقتي؟ فاول حاجه لازم تعملها انك تعمل بزنس كيس، فيزيبيليتي ستادي، دراسه جدوى، بناء عليها تو اوثرايز، تقول جو اور نو جو. اه فعلا المشروع ده هينجح من وجهه نظري كسبونسر، بقى هيحقق لي انا البنفيتس اللي انا مستنيها. ما هي البنفيتس بالنسبه لي ممكن تكون فلوس، ممكن تكون مش هتكون فلوس على فكره، ممكن تكون انا مستني يكون الريبيوتيشن بتاعتي تتحسن. ده في اوقات شركات زي فودافون او كده بتعمل مشاريع بس هدفها يحسن الريبيوتيشن، زي ما يعمل مشروع مثلا سقف مش عارف، مشروع كسوه الصعيد، مشروع مش عارف سقف لكل بيت في القريه مش عارف ايه، او قريه مش عارف ايه. كل الكلام ده دي بتبقى بروجكتس الهدف منها ايه؟ مش بيعمل حاجه لشركته، بيعمل حاجه عشان سمعه الشركه، الريبيوتيشن، او بيسموها وقت المشاركه المجتمعيه. بس بغض النظر في النهايه المشروع ممكن يكون ليه اسباب كتير قوي، ممكن يكون بيتعمل لاهداف كتير قوي، ده هنقوله في الكورس يعني. بس في النهايه انت لازم تدوكيمنت هو ايه، ايه هي دراسه الجدوى ده؟ في جدوى ولا لا؟ في كوست بنفيت اناليسيس، انا هصرف 100 جنيه هيجي لي قد ايه عائد؟ العائد ده مش شرط يبقى فلوس، ممكن يبقى تانجبل، ممكن يبقى انتانجبل، حسب انت مستني العائد ايه. ممكن يكون جدا بتبص على حاجه استراتيجيك ليفل قدام، انا بعمل حاجه مستني على مستوى الفيجن بتاعت الشركه كمان 5 سنين بنوصل لحاجه معينه. فبنعرف بزنس كيس ومن غيرها اضمن الفشل صدقني، وبنعرف بنفيتس مانجمنت بلان بندير بقى البنفيتس المتوقعه. والاهم ان انت هتسلكت البرودكت لايف سايكل، وده موضوع البي ام بي الحقيقه من سنه ونص يعني. هو واحنا من قبل كده كنا بنتكلم في اللايف سايكل ده اللي هو الووتر فول والاجايل، بس ما كناش بنفوكس قوي على موضوع الاجايل ده تحديدا لان ما كانش بيجي في الامتحان. لكن من سنه ونص او تحديدا من يناير 2021 خلاص بقى الاجايل بقى نص الامتحان، وان كان في ناس بتدخل الامتحان يقول لك ده انا اكتر من نص الامتحان جاني على الاجايل. البروجكت لايف سايكل عشان يعني تتخيل معايا ببساطه كده، وطبعا هنتكلم عنها في الكورس بالتفصيل، يعني انا هدير المشروع بناء على انهي دوره حياه المشروع. وفي اشكال كتير من اللايف سايكلز للبروجكت مانجمنت. في التراديشنال ودي المشهوره ودي الاقدم ودي اللي الناس طول عمرها بتشتغل بيها، ان انا هعمل بلاننج كتير قوي، همسك ورقه وقلم واقعد اكتب تفاصيل خطط كتير قوي، هدير خطه لكل حاجه، هبقى بخطط لكل تفصيله في المشروع، هخطط لكل ثانيه هعمل فيها ايه، كل دقيقه هعمل فيها ايه، كل حاجه، كل ريسك هتوقعه هتصرف قصاده ازاي، اي ريكويرمنت من الكاستمر هجمعه الاول قبل ما ابدا اشتغل. وده طبيعي في انواع معينه من البروجكت، زي مثلا لو بعمل كونستراكشن، ببني مبنى، بعمل كوبري، بعمل طريق، ده النوع الانسب. لكن مع ظهور الاجايل خلال التسعينات، وهو تحديدا في 2001 لكن كان موجود قبل كده باسماء ثانيه زي السكرام وغيره في سنه 95، مع ظهور فكر الاجايل في التسعينات وفي سنه 2000 ابتدت الناس تتجه للاجايل نتيجه الفايب بتاعته هنتكلم عنها قدام، ان بقى بيدير البروجكتس باشكال مختلفه. طيب انا هسلكت اللايف سايكل وبعدين هبدا ابني بناء على كده، عملت دراسه جدوى، ببني اول حاجه ميثاق البروجكت، البروجكت شارتر زي الدستور كده، بعمل دستور المشروع بتاعي، يقول هي دي الخطط الاساسيه او دي النقط الاساسيه اللي هدير عليها المشروع. عندي شويه كونسترينز، حاجات محددات وقيود معينه بشتغل على اساسها، زي مثلا ما يقولوا لي انت محتاج تخلص ماكسيمم في 6 شهور، محتاج تخلص ماكسيمم ببادجت 100,000 جنيه،
الحاجات دي بنكتبها في الكونسترينز او بنسميها الاسامبشن لوج، هنتكلم عنها بعد كده. وبعد كده بنبدا نبني عليها ما يسمى بالبروجكت مانجمنت بلان. والبروجكت مانجمنت بلان الحقيقه دي تقريبا 6 سيشنز من 12 سيشن بتاع الكورس، ان احنا هنبني خطه خطه ازاي تدير السكوب، ازاي تدير السكادجول، تدير الجدول الزمني بتاع البروجكت، ازاي تدير البادجت، وازاي تدير الريسك، ازاي هتدير الكواليتي، وازاي هتدير البروكيورمنت والتعاقدات مع الغير. لما يبقى عندي كونتراكت عايز اعمله مع الاخرين اختار انهي نوع؟ في انواع كتير جدا من الكونتراكتس هنفكر فيهم سوا ونختار انهي نوع انسب لينا في البروجكت بتاعنا. فالبروجكت تشارتر زي ما قلت لكم ده الميثاق بتاع المشروع، بيبقى فيه هم ثلاث نقط اساسيه: مين البروجكت مانجر، وجوده هو اوثرايزيشن بوجود البروجكت، والاهم ان فيه زي سامري عن كل الحاجات المتوقعه في البروجكت، تقريبا الريسك ايه، تقريبا البادجت كام، تقريبا هنشتغل في قد ايه وقت. وبن ايدنتيفاي الستيك هولدرز، ودي من اهم نقط بدايه اي بروجكت. هتبدا البروجكت لازم تعرف هم مين الناس اللي معايا في المشروع، مش بس الكاستمر، لا ده انت كل حد ممكن يتاثر بالمشروع او ياثر في البروجكت بتاعك هيز ا ستيك هولدر. جارك لو انت بتشطب شقتك، جارك اللي في نفس العماره هيز ا ستيك هولدر. هتقول لي هو لا ازاي؟ ممكن يكون ليه شروط محدده ان الناس ما تشتغلش بعد مواعيد محدده. تشطيبك لشقتك ده بروجكت. ان انت بتوضب شنطتك عشان تسافر الساحل ده بروجكت. بروجكت صغير ممكن يكون مدته 4 ساعات، بس انت بتحضر له وانت مش واخد بالك. انا نسيت اقول لك، انت لما هتخلص كورس بروجكت مانجمنت عندنا او عند غيرنا، فكرتك هتتغير. فكرتك هتتغير عن كل حاجه، هتلاقي نفسك حتى وانت بتعمل كوبايه الشاي انت هتهندلها از بروجكت. ان شاء الله هتاخد منك 5 دقائق، وتبقى بتفكر في الريسك، بتفكر في التايم مانجمنت، وازاي اعمل حاجات امبارلل. طب ما انا احط الميه على النار في نفس الوقت ابدا اجهز الحاجه عشان اشتغل امبارلل واعمل كومبريشن للتايم. لا انت الامور هتتغير معاك. المهم هتايدنتيفاي الستيك هولدرز، تشوف مين الناس اللي ممكن ياثروا او يتاثروا بالبروجكت، تبدا تعمل ليست في الناس دي عشان تبدا تجمع منهم ريكويرمنتس قبل ما تبدا تشتغل، وتبدا تحط الجفرنس ازاي هندير ونعمل حوكمه بمعنى صح للبروجكت. وقصه الجفرنس دي قصه كبيره بتشرح في كورسز كتير زي الكابت والتو جاف، لكن في البي ام بي هو بيتكلم فيها في نطاق ضيق. اول حاجه ايه هي البروسيس اسيتس او الاورجنايزيشن بروسيس اسيتس زي البوليسيز والبروسيجرز اللي عندي بتقيد الامور في الشركه او بتحط بروسيجرز معينه للشغل. ما انت في اي شركه بتبقى انت بتعمل بروجكت فين؟ ما فيش تعمل بروجكت في الصحراء. وعندي جمله دايما بقولها للناس عندي في المجموعات، ما فيش بروجكت لقيط، ما فيش بروجكت لقيط. اي بروجكت بيتعمل في الشركه هو جزء من استراتيجي، جزء من فيجن، جزء من حاجه مجموعه او بروجرام معين او بورتفوليو الشركه متجهه بيه ناحيه تحقيق استراتيجيه معينه كمان 15 سنين. فبالتالي انت لازم تلجا للاورجنايزيشن بروسيس اسيتس، تعرف البوليسيز والبروسيجرز اللي هنتكلم عنهم في السيشن الثانيه، تعرف الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور لو في اي انترنال او اكسترنال فاكتورز ممكن تاثر على المشروع ده بالسلب او بالايجاب. بعد كده تشوف هو انا وانا بدير البروجكت هل في ناس عندي حاطه شكل من اشكال الكنترولز او شكل من اشكال الجوفرنس زي المكتب اداره المشروعات. في شركات كتير جدا بيبقى عندهم حاجه اسمها بروجكت مانجمنت اوفيس بي ام او، البي ام او ده بيدير اوقات المشروع بنفسه او بيقول لك بيحط لك قيود معينه تدير بيها. يقول لك لو سمحت هتدير البروجكت عندي، انت بروجكت مانجر كل حاجه وليك وضعك وبنحترمك وكل حاجه، بس في حاجات معينه لازم تمشي عليها، لازم تستخدم التمبلتس دي، لازم تستخدم الطريقه دي. احنا بنشتغل اجايل بس، هتشتغل اجايل بس، لا احنا بنشتغل ووتر فول بس. اغلب شركات السوفت وير دلوقتي بيخلوا الناس وهي شغاله، يعني لو معانا حد في سوفت وير هيبقى فاهم الكلام ده كويس قوي، يقول لك احنا هنشتغل بجيرا مثلا كسوفت وير للبروجكت مانجمنت او بتريلو او في طبعا سوفت ويرز مختلفه. يقول لك لو سمحت احنا هنبقى بنعمل، هنلتزم بالميتنجز بتاعت الديلي ستاند اب، هنلتزم بالريتروسبكتيف، هنلتزم. الحاجات دي بتيجي من بي ام او او من السينيورز بعد ليها، هنشوفها ساعتها من السينيور بروجكت مانجرز او ليهم اسماء مختلفه. حددت خلاص، جهزت نفسك كانك بتجهز الشنطه بتاعت ان انت طالع الساحل، تبدا تنطلق على الطريق. تنطلق على الطريق تبدا تعمل تيك اوف ميتنج. التيك اوف ميتنج خلي بالك البي ام بي بتقوله ان هو ده الميتنج ما بينك وبين التيم بتاعك. انا عارف ان لو معانا ناس بروجكت مانجرز يقول لك انا متعود ان التيك اوف ميتنج ده اللي هو الميتنج بتاع ضربه البدايه بعمله مع الكاستمر. لا، البي ام بي انا عارف ان هم في تو ميتنجز. البي ام بي بتركز اكتر على الميتنج اللي مع التيم بتاعك، اللي هو تجمع الناس تاخد كوميتمنت من كل واحد تقول له انت معايا هتعمل كذا قدام الاخرين، علشان اول حاجه تضمن ان هو فاهم شغلته والاخرين يبقوا عارفين هو جاي يعمل ايه. عشان لو في واحد محتاج حاجه معينه ما في ديبندنسيز. ده احنا هناخد في السيشن بتاعت السكادجول وبتاعت البادجت
ان في ديبندنسيز، انت في خطوات ممكن تيجي تعملها ما ينفعش تعملها قبل ما حاجه تانيه تخلص. انت لو بتشطب شقتك برضو، اعذروني بعيد نفس الاكزامبل، هتلاقي نفسك انا ما ينفعش اعمل السيراميك قبل ما اخلص الكهرباء والسباكه. ديبندنسي، حتى لو الراجل بتاع السيراميك جاهز هتكسر السيراميك تاني عشان تعمل الكهرباء والسباكه؟ نو واي. وهكذا في اي بروجكت، ما ينفعش تعمل السوفت وير قبل ما يبقى الداتا بيز جاهزه، ما ينفعش اصلا تعمل حاجه قبل ما يبقى الهارد وير موجود، مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش تبني عماره قبل ما يكون معاك تصريح، ما ينفعش تبني الطريق او تعمل الكوبري قبل ما تكون فضيت الدنيا. يعني في ديبندنسز كتير هنتكلم عليها. فهتعمل كيك اوف ميتنج، اللي هو ميتنج هتعمله مع التيم بتاعك، بلس طبعا الكيك اوف ميتنج الثاني للبي ام بي ما تتكلمش عنه، اللي هو مع الكاستمر. وده انا عارف انه على واقع الارض في الحياه يعني ده اللي بنعمله مينلي يعني. وتبدا بقى تكريت التيم. مؤخرا البي ام بي، طبعا البي ام بي اتغيرت كتير خلال السنين اللي فاتت، واخر تغيير جذري كان في الماتيريال وفي الكراكولم كان في يناير 2021، يعني من حوالي سنه وثمان شهور. لكن من كام شهر كده حصل تغيير تاني في الامتحان. والتغيير الحقيقه هم لان هم وجهه نظرهم، انا مش بمتحنك في كتاب، من الاسئله الشائعه يعني برضو ممكن يكون عندكم نفس السؤال، هو الامتحان بيجي على انهي فيرجن؟ في ام بوك 6 اديشن ولا 7 اديشن؟ انا جاي فجاه، لا ده ولا ده، لا ده ولا ده. وهنقول الكلام ده في اخر الكورس او في اخر السيشن. البي ام بي ملهاش تيست بوك. انا كنت في ميتنج مع انا ممبر بي ام اي طبعا، كنت في ميتنج مع الناس بورد، مع بورد من في بي ام اي، واحد ساله سؤال صريح قال له احنا بقى لنا فتره، وانا الاجابه انا عارفها ان انا حضرت الميتنج ده، ميتنج زي كده كتير وكل مره بنقول نفس الاجابه، بس الراجل اتنرفز جدا. قال له احنا هنفضل كام مره نقول لكم ان البي ام بوك از نوت ا تيست بوك اني مور؟ امال هنذاكر منين؟ من الماتيريال. الفكره ان هم دلوقتي البي ام بي قائمه على 10 كتب واكتر كمان، وان هو بيقول لك انا عايزك تبقى فاهم الامتحان قائم على النولج والاكسبيرينس، فبيسال في حاجات حتى مش موجوده في الكتب زي الام بي تي اي مؤخرا، البيرسوناليتي تيست هنتكلم عنها كمان شويه. انت بتكريت التيم، وانت بتكريت التيم خلينا يعني نركز اكتر في الحته دي. مؤخرا الامتحان بقى بيركز قوي على حته التيم بيلدينج، وكمان على حته الستيك هولدر مانجمنت والتعامل مع الناس بشكل عام. عايز هو من الاخر عايز يشوف النولج والاكسبيرينس اللي عندك كبروجكت مانجر للتعامل مع اشكال المواقف المختلفه مع الاخرين. لان انا مش عايز اسالك في حاجات تحفظها، اللي هو لو جالك البادجت كذا تعمل كذا، لو جالك الكراسك كذا تعمل كذا، هتحفظها وهتعرفها او هتذاكرها وتفهمها، ذاتس اوكي. لكن انا عايز اعرف المايند سيت، وده اللي جاي مني في الكورس. الكورس بتاعنا هدفه ان انا ببني لك مايند سيت، طريقه معينه للتفكير اللي بي ام اي عايز توصل لها، البروجكت مانجمنت انستتيوت، معهد الامريكي لاداره المشروعات، عايز يوصلك لطريقه معينه في التفكير في المواقف المختلفه عشان تدير المشروع بطريقه مش بس تكون ناجحه، لا ده في كود اوف اثكس باخلاقيات معينه تمشي عليها، وفي طريقه تعامل مع الاخرين هو شايف ان دي الامثل للتعامل مع المشاكل والتعامل في وفي ازاي تبني التيم وتتعامل مع الستيك هولدرز عشان يكون حتى تنفيذ البروجكت في النهايه شكله لطيف. فاول حاجه انا عايز ابلد التيم، هايدنتيفاي كل واحد جاي يعمل ايه وايه السكيلز المطلوبه منهم، ولو مش موجوده هنعمل تريننج. ده دي من انا عايز اقول لكم ان في شويه اجابات اسئله امتحانات في الكام سطر دول، يعني دايما بيجي سؤال كده انت ما لقيتش السكيل تعمل تريننج على طول بقى، يعني دي من التابس اند تراكس كده واحنا شغالين في الكورس. ده سؤال كل سيشن بنطلع كده ثلاث اربع اسئله امتحانات، دي يا جماعه سؤال امتحان دي دايما يعني. بتامباور التيم وبتحل الكونفليكتس وبتحدد كمان الام بي تي اي. الام بي تي اي دي اتضافت مؤخرا، ودي من الحاجات اللي ما كانتش موجوده في الكتب. الام بي تي اي اختصار لمايرز بريجز تايب انديكيتور، دي بيرسوناليتي تايب انديكيتور، بيتكلم ان عندك شخصيات البشر 16 شخصيه. انت لو عندك اولاد، وانا عندي اولاد، من الحاجات اللي انت لازم تبقى عارفها كويس قوي، معرفش انت عارفها ولا لا، ان في علم السيكولوجي ما ينفعش تربي ولادك كلهم بنفس الطريقه. اه والله تصدق ما ينفعش، وبنفس الفكر وبنفس الاسلوب ما ينفعش تتعامل مع التيم بتاعك، افراد التيم بتاعك كلهم بنفس الطريقه. كل شخص ليه طريقته وليه المدخل بتاعه. كل تيم ممبر عندك لو انت مدير او لو انت بروجكت مانجر، كل تيم ممبر عندك في التيم ليه الدخله بتاعته اللي انت بيها تضمن ان هو يحقق لك الشغل اللي انت عايزه. في حد بيجي بالتهديد، في حد بيجي بان انت تقول له انا هكافئك بحاجه معينه، في حد يجي بان انت تديله ريسبونسبيلتيز اعلى. في ناس بتحب تشتغل وسط مجموعات، في ناس بتحب تشتغل سولو. الام بي تي اي بتتكلم في الحته دي بقى، مين الناس، مين بقى الناس اللي هم
يحب يشتغل سولو ده تحطه بقى في التاسكاي اللي محتاجه يشتغل فيها لوحده. مين الناس اللي بتحب تشتغل مع مجموعات احطه في حاجه فيها مجموعات وهكذا. ما عكسش، هنتكلم عنها بالتفصيل في الكورس ان شاء الله. والاهم واللي بيجي عليها اسئله كتير قوي الفتره اللي فاتت، التاكمان لادر. التاكمان لادر دي يا جماعه طريقه عملها الاخ اسمه بروس تاكمان، وده راجل امريكي سنه 1965. والحقيقه هو لما ابتداها في سنه 1965 كانوا اربعه ستابس بس. قال لك لما تيجي تبني تيم، وهنتكلم طبعا بالتفصيل اكتر في الكورس، انت بتمر باربع مراحل. الله احنا شايفين خمسه، الكلام ده الخمسه دي زادت سنه 77. هو لما ابتدى سنه 65 قال لك احنا عندنا فورمنج، انا بكون التيم. بعد كده التيم يبدا يتخانق عشان يعصر افكاره، وكل واحد يحاول يفرض فكرته على الاخرين في الستورمنج. بعد كده يبداوا، لا خلاص احنا تيم واحد وعايزين نوصل، احنا نحقق اهدافنا. بعد كده بيبقوا بيدوا احسن برودكتيفيتي في البرفورمنج. لكن سنه 1977 برضه الاخ بروس تاكمان بالتعاون مع ماري ان جانسون قالوا احنا هنضيف مرحله خمسه اسمها جورينج. الجورينج دي بقى اللي هو احنا خلاص حققنا، بنقفل البروجكت او بنقفل التاسك اللي احنا جايين نعملها وبنحتفل بالنجاح. هو الكلوجر مهم جدا جدا فوق ما تتخيل، ان انت تقول احنا خلصنا وتقول للناس يلا نحتفل باحساس ان احنا خلصنا، بيفرق جدا مع التيم. عشان كده ضافوا المرحله الخامسه. طيب ده التيم بيلدينج. طب احنا بنعمل ايه تاني في الكورس؟ احنا اول حاجه بنمانج السكوب. هعلمك ازاي تكولكت ريكويرمنتس من الناس، تجمع طلبات الناس كلها في المشروع بالطرق المختلفه وتحطها جوه ريكويرمنت ترسيبيليتي ماتريكس ودوكيومنتيشن. بعد كده على بين الريكويرمنتس اللي انت جمعتها دي تبدا تحدد ايه الشغل اللي احنا هنعمله علشان نطلع الريكويرمنتس دي. بعدين نبدا نعملها بريك داون ونكسرها في ما يسمى ال WBS، ودي شجره كده هنتكلم عنها بعدين. وبعد كده هنتكلم ازاي تفاليديت السكوب وتكنترول السكوب عشان تافويد السكوب كريب. مش بس كده، احنا هنتكلم عن السكادجول، ازاي بناء على الشغل اللي انت حددته في الخطوه اللي فاتت تبدا تديفاين ايه الاكتيفيتيز اللي هتتعمل عشان احقق الشغل ده، وتحطها بقى على تايم سكيل. يا ترى هو انا بقى لو انا عندي تايم لاين كده كل الخطوات دي تتعمل ازاي؟ فانت محتاج تبدا تدرس الديبندنسيز، مين مستني مين. فاكر لما قلت لك، قلت لك انت لو بتشطب شقتك حتى كاكزامبل بسيط جدا على حاجه مشروع بسيط قوي، انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج تبقى متاكد ان انت ما ينفعش تبدا تعمل السيراميك غير لما الكهرباء والسباكه يخلصوا. فهتبدا تدرس الديبندنسيز، وتبدا تدرس كمان العلاقه بينهم. مش بس في كده، هل في مانداتوري ديبندنسي ده اجبار لازم دي تستنى بيه، ولا ديسكريشن دي ممكن يعني تستنى ممكن لا؟ وهل في ليد ولاج، هل لازم يبقوا ورا بعض بالظبط، ولا ممكن انا ببني الدور الاول؟ عارفين لو معانا كونستراكشن انجينير هيبقى عارف كويس قوي اللي بقوله ده. هو انا لما بصب سقف دور ما ينفعش ابني الدور اللي بعده على طول، ده انا بضطر استنى لاج على الاقل كذا يوم. ليه لازم السقف ينشف؟ مش بعمل حاجه قاعد اعمل كده مستني السقف ينشف، ده لاج، تاخير بدون داعي. بنحاول نشوف له بقى حاجه انترنال نعملها كشغل علشان الوقت ده بيضيع. ونبدا نقول بنستيميت الديوريشن ازاي بتاعت كل اكتيفيتي، دي بتاخد وقت قد ايه ودي بتاخد وقت قد ايه. اوقات بنرجع للاناليسيس اللي هو الافكار السابقه او البروجكتس السابقه تشوف عملت ايه، او بنضيف بارامترز في البارامتر. وهنتكلم على 3 بوينت، وفكره ال 3 بوينت قائمه على مين الاوبتيمستيك والبيستمستيك والموست لايكلي في الناس اللي عندك في التيم. وجس وات، انت محتاج حد متشائم عندك في التيم، ولو ما عندكش حد متشائم عندك في التيم دور على واحد لازم تجيبه عندك في التيم. تخيل في عالم كده اسمه ادوارد دي بونو سنه تقريبا 1985 او 86 حاجه كده، عمل كتاب لطيف قوي اسمه 6 ثينكينج هاتس، قبعات التفكير السته. ممكن ابعت لكم الكتاب للناس اللي عندي على الجروب اوريدي في مجموعه اغسطس، ابعت لكم الكتاب ده وابعت لكم حتى الويكيبيديا بتاعته. الكتاب ده بقى قال لك ايه؟ قال لك انت المفروض لو انت بتعمل اي خطوه في حياتك او بتبدا مشروع او بتعمل اي حاجه لازم تفكر في الموضوع، وده وجهه نظري انا شخصيا، بست طرق مختلفه. اول حاجه تفكر فيه بنظره تفاؤليه، ذاتس جود، وبتلبس هات معينه كده، مش فاكره الوايت هات ولا لونها ايه، لو تتفائل وتقول لو الامور نجحت ومشيت هنحقق ايه. مش بس كده، المفروض تلبس بلاك هات بنظره تشاؤميه. ليه؟ عشان لما بتدرس الموضوع بنظره تشاؤميه او بنظره سوداويه بقى بلاك هات، هتشوف الريسك اللي قدامك، هتشوف المخاطر اللي ممكن تقع فيها، فتبدا تحضر ليها نفسك. من اسوء الحاجات اللي ممكن يقع فيها الانسان ان هو ياخد خطوه مش محسوبه وما يحسبش الريسك والمخاطر اللي ممكن يقع فيها، فبالتالي الموضوع تفشل. فهو بقى ادوارد دي بونو الاخ ده عمل كتاب لطيف كده اسمه 6 سنتي، وبالمناسبه هم تقريبا زودوا له هات كمان، بقت سبعه بعدها بكام سنه، بس هو سنة 85 عمل الكتاب ده. فعلا الكتاب ده بيغير كتير في وجهة نظر أي شخص هيفكر في إنه ياخد أي خطوة.
الحته دي اتبنى عليها شويه طبعا، حته ال 3 بوينت استيميشن، ان انا لما هاجي افكر في اي حاجه فلوس او وقت، اخد وجهه نظر حد متفائل يقول لي دي هتاخد 5 ايام، اخد وجهه نظر حد متشائم يقول لي دي هتاخد 10 ايام، واخد راي عموم الناس، وبنعملها بطريقتين، حاجه اسمها تريانجلر استيميشن، وحاجه ثانيه اسمها بيتا بيرت استيميشن، ودي ليها قصه كده بنحكيها في ساعتها. المهم بناء على الكلام ده هرسم الجدول الزمني بتاعي، هعمل السكادجول، وفي طرق مختلفه، وفي حتى برامج بتعمل الكلام ده زي بريمافيرا وزي مايكروسوفت بروجكت وغيرهم، عشان نطلع بالشكل معين للسكادجول بتاع المشروع. مش بس كده، انا عايز امانج البادجت. البادجت مرتبطه ارتباط وثيق بالتايم، وما ينفعش احسب بيرفورمانس المشروع بتاعي واقول المشروع ده والله اداؤه كويس، او الكي بي ايز بتاعته كويسه، الكي بيرفورمانس انديكيتورز بتاعته كويسه، اللي هم السي بي اي والاس بي اي هنتكلم عنهم في ساعتها، غير لما احسب هو بيحقق قد ايه وقت قد ايه، انا صرفت قد ايه في وقت قد ايه. ما ينفعش اقول ده انا صارف بس والله ربع الفلوس بعد نص وقت المشروع، بس انت حققت قد ايه؟ حققت ربع اللي انت المفروض تحققه ولا نص، ولا حققت يا دوب حطيت طوبتين جنب بعض؟ فبندرس الاثنين، بنعمل حاجه اسمها ايرند فاليو مانجمنت، بندرس القيمه المحققه في المشروع، ونشوف انا حققت قد ايه في وقت قد ايه وصرفت قد ايه. وهنقول لك ازاي تمانج الستيك هولدرز كمان وانت بتعمل الكلام ده كله. واهم نقطه في مانجنج الستيك هولدرز المابنج، حدد كل واحد مكانه فين. وبعمل حاجه اسمها ستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس، وده سؤال امتحان مؤكد، ده يعني الماتريكس دي سؤال امتحان مؤكد. ونبدا ندرس الريسك. الريسك ده ليه كورس لوحده، كورسز لوحده الريسك. والحقيقه ان في البي ام بي دايما يعني بتسال السؤال ده، مش هتلاقي معلومه اضافيه ضخمه او يعني اكسبشنال عن الريسك بره كورس البي ام بي. يعني في كورس البي ام اي طبعا اسمه الريسك مانجمنت بروفيشنال ار ام بي، بس الحقيقه ان اغلب اللي متقال في الكورس هناك هو اللي متقال في البي ام بي. احنا بنتكلم عن ازاي تبلان انك تمانج الريسك، وازاي تايدنتيفاي الريسك بطرق مختلفه، بعد كده تبدا تعمل اناليسيز للريسك وتدرسه، وانهي ريسك اللي هتعامل معاه، وانهي ريسك ده خطير قوي فعلا هيأذيني، وانهي ريسك لا مش مهم ان انا ما اخدلوش اكشن، وتبدا تبلان الريسبونس. تبلان الريسبونس، انا ممكن اقول لك مثلا فور اكزامبل، احنا دلوقتي في السيشن دلوقتي حالا اهو واحنا بادئين، مش في ريسك ان الكهرباء تقطع عندي او عندك؟ طب انا عملت ايه عشان امانج الريسك ده؟ مثلا استخدمت ايه؟ هل انا عامل حساب اديشنال سورس اوف باور مثلا؟ حاطط رينج لايت موصلها باللابتوب، اللابتوب ده فيه بطاريه انترنال، فبالتالي لو الكهرباء قطعت هيشتغل معايا كذا ساعه من غير كهرباء. طب الانترنت هتعمل فيه ايه؟ ما انا شغال على الانترنت بكهرباء، لا عندي 4G ممكن اكمل عليه مثلا يعني. فبالتالي هتبدا تدرس الريسبونس، هتبدا تتوقع المخاطر، وايه الريسبونس تجاه المخاطر دي، هتعمل ايه عشان لما الريسك ده يحصل، وهتبدا تمبلمنت الريسبونس، وتمونيتور بقى الريسبونس بتاعك ده افكتيف ولا مش افكتيف، وهتمانج الكواليتي. انا من الاسئله اللي بتتقال لي كتير، انا كواليتي مانجر ينفع اجي اخد كورس في بي ام بي؟ طبعا طبعا، ده جزء لا يتجزا من اداره اي مشروع، الكواليتي مانجمنت. ده احنا بنبدا نقول ازاي تحدد الستاندرز اللي تشتغل عليها. وعايز اقول لكم ان الكواليتي مانجمنت، ودي مفاجاه، خد المفاجاه دي، لما نتكلم عن الجوده، لما تقول ان انا هحط معايير محدده للجوده وتحققها، فانت كده يا دوب حققت المينيمم ستاندرد، اللي يا دوب انت كده البروجكت بتاعك حقق المينيمم سبيكس بتاعتك. مش معناها ان انت جامد بقى، ده انا حققت الكواليتي، لا لا، الكواليتي دي هي المينيمم ستاندردز اللي انت بتحطها لنفسك عشان تحققها. فلو انت حققتها انت يا دوب كده يو ار فولفيلينج يور ريكويرمنتس، لكن انت مش معناها ان انت فظيع. فالكواليتي هنتكلم عنها في ساعتها، هنقول ازاي نبلان الكواليتي ونمانج الكواليتي ونكنترول الكواليتي عشان نطلع بالشكل الاكسبتبل للبرودكت قبل ما نسلمه للكاستمر بالاكسبتنس كريتيريا اللي احنا هنتفق بيه معاه. وهنمانج البروكيورمنت، هقول لك ازاي بنعمل المشتريات والتعاقدات، وذير از ديفرنس ما بين البروكيورمنت وبين البرشيسنج. وبرضه البي ام بي ما بتتكلمش عنها قوي، حته المشتريات والتعاقدات، بس مش هي دي النقطه. لكن انا جاي اقول لك ان البي ام بي هتقول لك ازاي تفكر في حته الكونتراكت، واني كونتراكت انسب ليك في الوقت الحالي مثلا. فور اكزامبل، بدون الدخول في تفاصيل يعني، في وقت زي ده في انفليشن، في تضخم عالي بيحصل في البلد، في تغير سعر عمله، صعب قوي ان انت تقول انا هعمل فيكسد فاليو او فيرم فيكسد برايس كونتراكت، اللي هو لما اتفق مع حد على حاجه هتاخد وقت طويل اديله سعر محدد ونقفل عليه. طب ما انت الماتيريال اسعارها ممكن تتغير، الحاجه ممكن تغلى، اسعار العماله ممكن تعلى، سعر الجنيه ممكن ينخفض، سعر الدولار ممكن يرتفع،
هتخش بقى في يعني في تفاصيل كتير ليها حلول بقى، ليها حلول في انواع الكونتراكتس اللي هنتكلم عنها في الكونتراكت كنترول، وازاي انت تمانج السبلايرز اللي انت تتعاقد معاهم. وده بقى امر واقع دلوقتي، مفيش شركه بتشتغل بتنفذ اي بروجكت الا عندها اوقات ما يسمى بالكونتراكتورز او السب كونتراكتورز، او بيسموها بلغه السوق كده مقاول من الباطن. طبعا الشباب لو عندي ناس من كونستراكشن انجينيرز يبقوا فاهمين الكلام ده كويس. طب انا هبدا اشتغل، خلاص انا جمعت عملت بلاننج وظبطت الدنيا كوست وبادجت وريسك وكل حاجه، هعمل ايه؟ هبدا انفذ البروجكت وانا شغال ابقى مونيتور الدنيا، اطمن ان الشغل اللي بيحصل وذن الراجل قال لي حط هنا 3 لمبات، حط هنا مش عارف ايه، اتاكد انا كبروجكت مانجر ان التنفيذ بيتم از بلاند. وخلي بالك وده بيحصل دايما، الكاستمر ما يبقاش كاستمر لو ما طلبش يغير والمشروع شغال. تاني، الكاستمر الطبيعي يعني اللي هو عادي يعني الكاستمر العادي الطبيعي، ما يبقاش كاستمر طبيعي لو ما طلبش منك يلا نغير، عايز والله بص انا كنت قايل لك ان انا عايز 3 لمبات هنا عايزهم 4، انا كنت قايل لك 4 ادوار عايزينهم 5، وهكذا. انت تعمل ايه؟ بنمانج التشينج ريكوست ده، او بيسموه في عالم الكونستراكشن انجينيرنج فاريشن ريكوست، هتلاقي الشباب عارفين فاريشن ريكوست اللي هو تشينج ريكوست، هو احنا عايزين نغير حاجه، معلش يجي لك العميل انا عايز اعدل، عايز اغير. حتى في السوفت وير انجينيرنج يبقى الكاستمر طالب منك ويب سايت، طالب منك سوفت وير ابلكيشن معينه، وانت شغال يقول لك طب بص والله عايزين نعدل دي، عايزين نغير دي. الكلام ده بيتم بكنترول معين، وده سؤال مش سؤال واحد ولا اثنين، ده اسئله امتحان مؤكده. انا حتى السلايد دي بس كاتب اكزام كويستشنز مش كويستشن واحد، ده بيجي عنها كميه اسئله في الامتحان كتير جدا. اخر حد دخل نجح معانا في الامتحان كان بيقول لي من يومين، قال لي انا جالي كميه اسئله في التشينج كنترول والحلول كلها في الثلاثه ستابس دول. هما 3 ستابس لو فهمتهم خلاص، انا هيجي لي التشينج ريكوست هدرس التشينج ده قصاد كل الكونسترينز. هو لو انا غيرت، لو انا ضفت لمبه زياده هتكلف فلوس قد ايه زياده؟ وقت قد ايه زياده؟ هغير في السكوب بتاع الشغل قد ايه زياده؟ شكرا، تعمل الاناليسيس دي، تعمل تقدمها للتشينج كنترول بورد، هنتكلم يعني ايه من دول السي سي بي، ودول يقبلوا او يرفضوا. قبلوا حلو خير وبركه هننفذ، رفضوا هنقول والله في التشينج لوك شكرا الناس دي رفضت وما نعملش التشينج، يعني هنتكلم عن نفسنا وكلوز ذا بروجكت. الله، هنقفل البروجكت. هو احنا الخطوه دي مهمه جدا. فاكر لما قلت لك في الادجورنج الحته بتاعت الفايف ستابس بتوع الاخ بروس تاكمان، الكلوزنج مهم جدا. ليه؟ لان انت في خطوات معينه بتضمن بيها حقك وحق الكاستمر، ان انت ضمنت ان انت حققت له اللي عايزه، وهو كمان يضمن ان انت حققت له يعني ان هو جاله الحاجه، وان ما يجيلكش كمان 6 شهور يقول لك ده كان في حاجه والله احنا كنا طالبينها وما اتعملتش، لا انت مضيت ان انت استلمت فاحنا خلصنا مثلا، يعني هنتكلم عنها في ساعتها، وتقفل الكنترولز وبتدفع فلوس عليك، ليها قصه كده نتكلم عنها في ساعتها. طب كل ده غريب قوي من حته الوتر فول، ايه قصه اللايف سايكل والاجايل والكلام ده؟ خليني اقول لك سريعا كده قصه تاريخيه شويه. زمان يعني حتى لو في مزيكه بتاعت زمن الجميل كده، قال لك زمان الناس وهي شغاله في البروجكتس كانت بتدير المشاريع بطريقه سيكونشال لينير. يعني ايه؟ كان المشروع بيجي كده كفكره، احنا عايزين نبني اهرامات، فيجي بقى المهندسين يقول لك طب خلاص احنا هنبدا نرسم نخطط الاهرامات دي تتعمل ازاي، هنحتاج كم طوبه، كم مش عارف ايه، وهنحتاج كم عامل، ويبداوا يخططوا يعملوا الديزاين، بعد كده يعمل ديفلوبنج وينفذ ويتست ان الكلام ده هينجح، شكرا ويديبلوي وسلام عليكم. وعليكم السلام. والطريقه دي فضلت شغاله سنين وسنين، وكان اسمها ووتر فول، كان اسمها ووتر فول يعني شلال. وليه اسمها ووتر فول؟ لان الخطوه اللي كنت بخلصها ما برجعلهاش تاني. لو انا عملت ديزاين وابتديت انفذ، مش بعد ما بدات ابني العماره هغير في الديزاين، مش بعد ما كنت خططت ان الدور فيه 3 شقق هخليهم 4، لا خلاص الديزاين اتعمل هنكمل على كده. بس كانت مشكله الووتر فول دي حاجه، ان انت بتبقى دايما في اي بروجكت انت محاط ب4 كونسترينز رئيسيه، ان انت عندك فيكس بادجت لازم تشتغل عليها، بفيكس تايم لازم تخلص فيه، بسكوب محدد للشغل انت جاي تنفذه، ولازم تطلع الشغل ده بكواليتي كويسه او جود كواليتي في النهايه. فده كان دايما بيخلي الكاستمر في النهايه مهما تعمل مش مبسوط. ليه؟ لان انت عارف لما تيجي جيت اظبط كم الجاكيته البنطلون ضرب مني، هتظبط البادجت التايم هيبوظ، هتظبط السكوب التايم مش عارف يعني، هتيجي تظبط البادجت الكواليتي تضرب، ما انا هقلل البادجت شويه الكواليتي هتبقى قليله، طب هزود التايم، طب ما انا هدفع فلوس زياده للتايم الزياده. فكان دايما كان بيهرب مني واحده من الكونسترينز او القيود الاساسيه. وحتى ودي كانت المفاجاه بقى، ان هم ان الشباب بتوع اجاي اكتشفوا ان حتى لو حققنا
للكاستمر الاربعه كونسترينز، خلصت له البروجكت بالبادجت اللي هو طلبها، التايم اللي هو طلبه، بالكواليتي اللي هو طلبها، وحققنا السكوب كله، ممكن يبقى لسه مش مبسوط. ايه ده ليه؟ لان من اكبر مشاكل الووتر فول او التراديشنال بروجكت مانجمنت قله الانجيجمنت. قله الانجيجمنت، ان احنا بنقول للكاستمر طب خلاص دي طلباتك هنخلص وبقى تعالى استلم منك. الاجايل جه علشان يحاول يلغي القصه دي، ان احنا ما كناش بنعمل انجيجمنت او طول الوقت بنعمل خطوه. مثلا تخيل انت بقى ممكن تبقى بتشطح شقتك، تقول للراجل انا عايز الشقه لونها جراي، وتروح تجيب اللون بنفسك كمان، تروح تضربه في يوتن وتقول اهو ادي الدهان اتفضل ادهن وامشي، وما تجيلوش غير لما يخلص الشقه كلها، بس تكتشف بعد ما يخلص وهو عمل لك اللي انت عايزه، انت جبت له بستله الدهان بايدك على فكره، بس لما اتحطت على الحيطه اكتشفت ان لونها اغمق مما تخيلت. انت ساعتها هتبقى مش مبسوط ومش عارف تعمل ايه. الاجايل جه يحل المشكله دي. الاجايل قال لك في اوقات كتير قوي ان الكاستمر اللي بيجي بيكسبلين هو عايز ايه، بيقول حاجه ممكن تكون مش مفهومه على ارض الواقع. يعني مثلا الراجل ده قال انا عايز مرجحه، فلما جه يشرحها طلعها كانها حاجه عامله كده. الراجل البروجكت مانجر لما جه يفهمها فهمها حاجه ثانيه خالص، فهمها حاجه غلط خالص، انها كان هي مرجحه كده. فالراجل بقى الانجينير اللي هيديزاين لك طب هي هتمشي ازاي كده؟ هتلف ازاي؟ لو ما طب انا هقطع بقى الشجره من النص عشان تلف، لا تبقى مرجحه. الراجل بتاع السوفت وير بقى جه يعمل الديزاين والبروجرامنج، باظ منه البروجرامنج خالص. الكونسلتنت عايز يرسم بقى رسم حلوه ويبان ان هو شغله نظيف، جاب لك بقى كانه بقى فوتيه يعني هيتمرجح. عملنا له دوكيومنتيشن ازاي وكتبنا تفاصيل بروجكت، صفر، مفيش دوكيومنتيشن، ما كناش بنكتب اي حاجه. ايه اللي اتنفذ على ارض الواقع ان الكاستمر الغلبان ده حطينا له حبل بس؟ طب دفعناه ايه؟ دفعناه ثمن ملاهي، مش حته مرجحه في شجره. وعملنا له مينتنس ازاي؟ عارف لما تشتري عربيه وتروح تعمل لها صيانه ما تلاقيش قطع غيار؟ شكرا ما فيش. هو الكاستمر اصلا كان عايز ايه؟ كان عايز حته كاوتش مربوطه في شجره كده يتمرجح بيها. فخلي بالك دي كانت المشكله، هي نفس فكره الكاستمر كان عايز ايه؟ الكاستمر كان عايز ايه؟ هي دي مشكله الووتر فول. الووتر فول بيبقى انت بتاخد من الكاستمر ريكويرمنتس وبتحاول تنفذها وما كانش بيحصل فيه انجيجمنت كبير. الموضوع ده اتغير دلوقتي طبعا، حتى الووتر فول والناس اللي بتقول هي شغاله ووتر فول بيشتغلوا حاجه اسمها هايبرد، وهنتكلم عن الكلام ده في الكورس، وفاكرين ان هم شغالين ووتر فول، بس هم شغالين حتى اجار او حتى ووتر فول. بس كانت مشكله الووتر فول ان دايما ما فيش فلكسبيليتي للتشنج ريكوست، ان انا مش بعد ما جبت لك بس يعني دهنت لك الشقه كلها هتقول لي غير لي الدهان، مش هينفع. ما انت اللي قلت لي دهن اللون ده وجبت لي الدهان بايدك، فانا مش هغير. فدي كانت مشكله الووتر فول. جه الاجايل بقى حل المشكله دي. الاجايل حضرتك لما جه هو الحقيقه ابتدى كفكره من زمان، من الستينات او من الخمسينات، مع تويوتا ومع اللين وبعد كده مع السيكس سيجما من موتورولا وقصه كده. لكن اول ظهور قوي للاجايل كان في سنه 1995، ودي يمكن مفاجاه للناس، الناس فاكراه ابتدى في 2001، بس هو ظهر مع ظهور السكرام سنه 95. لكن كلمه اجايل اللي احنا بنستخدمها دلوقتي وهنتكلم عنها في الكورس، في ثلاثه سيشنز مخصوص للاجايل، ابتدت سنه 2001. سنه 2001 في شباب كده عملوا ويب سايت ممكن تفتحه على جوجل دلوقتي وتدور عليه، اسمه اجايل مانيفستو. الاجايل مانيفستو ده مكون من اربعه فاليوز و12 برنسبل، اربع مبادئ و12 او سوري اربع قيم و12 مبدا، بيتكلموا على حته الفلكسبيليتي وان انت تقبل التشينج وان انت تبقى بتنجيج الكاستمر معاك اول باول علشان تضمن احنا نوصل للساتسفاكشن. واول واهم طريقه تحقيق البروجكت للنجاح في الاجايل ان انا بقسم البروجكت، بدل ما هو مشروع كبير بقسمه لمشاريع صغيره. بقسم مشروع كبير لمشاريع صغيره، بدل ما هدهن الشقه كلها مره واحده وافرج الكاستمر، انا هدهن حيطه واحده اقول له تعالى اديني رايك. لا فتح شويه فادهن له حيطه كمان، لا حلو غمق شويه، وهكذا. بعمل له ما يسمى ب يوزبل برودكت، حيطه يقدر يستلمها مني فيديني عليها فيدباك. والفيدباك ده بيدي ساتسفاكشن للكاستمر ان هو جه شاف حاجه على ارض الواقع بتحقق اللي هو عايزه، ولما اداني فيدباك شاف ان انا لما خدت الفيدباك ده نفذته له، ولما جه بعد كده استلمه مني. فالفاليوز الاساسيه اللي بتكلم في الاجايل وهنقولها بعد كده، ان هو ابتدى يبدي الاشخاص على البروسيسز، قال لك قلل البروسيسز شويه وقلل البلانز شويه وريسبوند تو تشينج، واهتم بالكاستمر كولابوريشن والتعامل مع الكاستمر. وكلمه كولابوريشن ده حلل تقريبا ما لا يقل عن 20 30 سؤال في الامتحان.
واهتم بالوركينج سوفت وير اهم من الدوكيومنتيشن، بدل ما تقعد تكتب ايميلات وريبورتات. الكاستمر دافع فلوس للسوفت وير. اه انا نسيت اقول لك، هو الاجايل الشباب اللي جم عملوه كانوا سوفت وير ديفلوبرز، ففي الاساس هم لما عملوا الفاليوز والبرنسبلز هم بيتكلموا على اساس هم بيتكلموا بروجرامرز وسوفت وير ديفلوبرز. بس بعد كده جس وات، الاجايل ده بقى بيغزو السوق في اي حاجه ليها علاقه باداره المشروعات. بعد كده واحنا شغالين في الكورس هنتكلم على البراكتسز وتطبيق الاجايل، ازاي الاجايل بتطبق وايه السيرمونيز او الميتنجز الاساسيه اللي بتتعمل عشان نطبق الاجايل، وهنتكلم على المين رولز والريسبونسبيلتيز اللي جوه الاجايل وازاي قسموا تنفيذ المهام في الاجايل تيم لشخص اسمه برودكت اونر، وده هنتكلم عنه شويه، شبه واحد اسمه بزنس انالست. يمكن تعرفوا البزنس انالست موجود في شركات كتير قوي، بيبقى شغلته يجمع ريكويرمنتس من الكاستمر، يعني هو شبه البرودكت اونر. والسكرام ماستر ده يعتبر زي البروجكت مانجر في عالم الاجايل والتيم، وهنقول ايه الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعته. فده جزء يعني باختصار كده الشكل العام او المحتوى العام للكورس بتاع البروجكت مانجمنت. على فكره سواء بي ام بي او غيره هو نفس تقريبا المحتوى، يعني حتى فرانس 2 بيتكلم في تقريبا نفس المبادئ والقيم، وبيتكلم في نفس حته الاجايل برضه. طب احنا الكورس بتاعنا بقى عامل ازاي؟ الكورس بتاعنا هيبدا يتكلم، هنتكلم هنشرح يعني ايه بي ام بي اصلا، وان البي ام بي دي اساسا هي اكبر شهاده على مستوى العالم دلوقتي معترف بيها سواء في الحكومات او في الشركات، بتتكلم عن اداره المشروعات او البروجكت مانجمنت. واللي عاملها معهد امريكي اسمه بروجكت مانجمنت انستيتيوت، والمعهد ده هو اعلى او اكتر او اقوى معهد بيدي شهاده اداره مشروعات على مستوى العالم. طيب الاستراكشر بتاع الكورس عامه او الامتحان عامه عامل ازاي؟ حقيقه ان من زي ما قلت لكم الامتحان اتغير، الميجر تشينج اللي حصل كان في يناير 2021، وهم اتكلموا في ثلاثه دومينز رئيسيه. كان زمان الكورس كله هو بروسيسز، يعني الجزء اللي في النص ده ضفنا موضوع البيبل والبزنس انفايرمنت بعد كده، او يعني قسموا غيروا شويه. والامتحان بقى مبني على النولج والاكسبيرينس، بقى بيحطك في اسئله دايما في مواقف، وده اللي انا جاي ابنيه معاك بقى. انا جاي ابني معاك فكره المايند سيت، ازاي تفكر از ا بروجكت مانجر من وجهه نظر مين؟ بي ام اي، وجهه نظر الناس دي، عشان تعرف تحل الامتحان. الامتحان مبني وزي ما قلت لكم من شويه على كتاب اسمه Examination Content Outline، مش البي ام بوك، لا 6 اديشن ولا 7. انا هديك الاثنين طبعا، هتاخد الكتابين، بس الامتحان مش مبني عليهم. الامتحان مبني على حاجه اسمها Examination Content Outline، مكون من منهج مبني على 10 كتب. ما تتخضش، ال 10 كتب دول كل ده متلخص في الماتيريال بتاعتنا، وان كان الفوكس طبعا اكتر على الاجايل براكتس جايد والبي ام بوك 6 اديشن او 7 اديشن. والكورس بتاعنا متقسم ل 12 سيشن. طبعا السيشن النهارده مش محسوبه، دي سيشن انتدكشن كده جنرال فري، لكن السيشن الاولانيه اللي هنبتدي بيها باذن الله يوم الاحد 21 اغسطس اللي جاي باذن الله هتبقى انتدكشن، انتدكشن عام عن البروجكت مانجمنت، وهنتكلم عن ايه هي البيزنس كيس، وهنتكلم عن انواع الاداره عامه والفرق بين البروجكت والبروجرام والبورتفوليو، وهنتكلم عن ازاي تعمل بروجكت شارتر ومين اللي بيعمله، والبلان بتتعمل ازاي بتاع البروجكت بشكل عام، وازاي بنبدا البروجكت وازاي بنقفله وامتى يبدا وامتى يتقفل، وشويه حاجات من الانترودكشن كده. السيشن الثانيه هتبقى اجايل بقى انترودكشن، هنتكلم عن اللايف سايكل سيلكشن وازاي بنختار اجايل، امتى وبختار ووتر فول، امتى اشتغل اجايل امتى اشتغل ووتر فول. بعد كده السيشن الثالثه هتبقى بيبل دومين، ازاي تبني التيم بتاعك وازاي تشتغل بالشكل الجديد اللي بي ام اي عايزاه للبيبل مانجمنت، تتعامل مع الستيك هولدرز ازاي، وتحل الكونفليكت ازاي بين الاشخاص، وتتعامل مع الاشخاص كل واحد على طبيعته اللي هو عايزها ازاي. وزي ما قلت لك ما ينفعش حتى وانت بتربي عيالك تتعامل معاهم كلهم كانهم بيفكروا نفس الطريقه نفس الاسلوب، كل شخص ليه المدخل بتاعه. يعني انا عندي طفلين ولد وبنت، والله ولا واحد في يعني الاثنين كل واحد فيهم ليه مدخل مختلف، في حد بيجي بالحنيه وحد بيجي بالحده، حد بيجي بالتشجيع وحد بيجي بالترهيب، حسب والاشخاص بتختلف. فده اللي هنقوله في البيبل دومين. بعد كده نبدا البروسيسز، نتكلم عن السكوب مانجمنت، بعد كده السكادجول، نبني الجدول الزمني ازاي، والكوست والبادجت، البروكيورمنت والكواليتي والريسك. بعد كده هجمع لك بقى كل الكلام ده كانك عندك بازل كده، وهنجمع البازل سويا كده مع بعض في الانتجريشن سيشن، وهقول لك ازاي تجمع كل الحاجات دي ومين قبل مين. من الاسئله المعتاده، هو انا بعمل السكوب قبل السكادجول والكوست قبل البروكيورمنت؟ افاجئك احنا بنعملهم تقريبا مع بعض، تقريبا هم طبعا في حاجات بتبقى قبل حاجات،
لكن كاننا بنبني حيطه طوبه جنب طوبه من كل نوع من دول، لان في النهايه هتلاقي ان البروكيومنت بيسمع في الكوست، الكواليتي ليها كوست، الريسك ليه كوست، طب الكوست ده بيسمع في السكوب، طب انا معيش البادجت اللي هتكفي، طب انا هغير في سكوب البروجكت، هتلاقي الحاجات كلها بتسمع في البلانز المختلفه. فالانتجريشن هيجمع الكلام ده كله مع بعضه. بعد كده هنتكلم عن ازاي نمبلمنت الاجايل، وهندي انتروداكشن على السكرام لان ما نعرفش السكرام هنتكلم عنه ساعتها، وازاي نبني انفايرمنت ديفلوب فيها الاجايل. اخر سيشن معانا هنعمل ريكاب، هنراجع كل ده بشكل كامل، وهقول لك ازاي تعمل اكزام ريجستريشن، وهنتكلم عن براكتس اكزام، ونحل مع بعض شويه اسئله من اسئله الامتحانات. فده محتوى الكورس بتاعنا. في نهايه الكورس طبعا بتاخد اتندنس سيرتيفيكت فيها 36 ساعه اكريديتد، تعرف تقدم بالاتندنس سيرتيفيكت دي بي ام اي عشان تمتحن ان شاء الله وتنجح، وهي اكريديتد معترف بيها في بي ام اي. من الاساسيات اللي تاخدها معانا، طب انت بتاخد ايه لو انت اشتركت معانا في الكورس؟ الماتيريال بالكامل اول حاجه، الفيديوز كلها كل السيشن زي السيشن دي بتسجلها، هتاخد كل الفيديوز بتاعت كل السيشنز بتبقى متسجله عشان سواء حضرت او ما حضرتش تعرف تراجع معاها بعد كده. تاخد كل الكتب، كل البرزنتيشنز زي البرزنتيشن اللي بشرح منها دي هديها لك PDF هي وكل البرزنتيشنز الثانيه. بتاخد براكتس اكزامز على الويب سايت بتاعنا، هيبقى ليك اكسس على الويب سايت، وطبعا الناس اللي معانا على الجروب عارفين الكلام ده، هو اوريدي ليهم اكسس على الويب سايت. كل سيشن بتخلصها، انا ممكن حتى اوريك الويب سايت، كل سيشن بتخلصها بعد ما بتخلصها، او خلينا ندخل من الادج احسن، بعد ما بتخلص ال بعد ما بتخلص السيشن بتحل براكتس كويستشنز على السيشن اللي انت خلصتها دي، بتذاكرها وبترجع لي. بيبقى معانا جروب واتساب، عندنا واتساب جروب، الواتساب ده بيبقى بنتابع فيه مع بعض انا والادمن، طبعا اوقات بيبقى انا اللي معايا التليفون مش الادمن، بنتابع سويا مع بعض. ما فتحش فكرني بستيف جوبز لما كان بيشرح حاجه في الايفون وقال لهم بصوا ايه، فما اشتغلتش. وكان مره في مايكروسوفت كده كان بيعمل حاجه بيفتح الويندوز، لا طلعت شاشه زرقاء. انا بقول لكم ويب سايت، ويب سايت مش شغال، ما فتحش من ايدجز، بيفتح من كروم. المهم ده الويب سايت بتاعنا، بيبقى ليك اكسس على كل الكورسز، على كل سوري على كل محتويات الكورس اللي انت اشتركت فيه. احنا عندنا كورسز كتير طبعا، مش بس البي ام بي، بس على العموم يعني في الانتراكتيف كورس هتلاقي بعد كل سيشن بيبقى عندك، غير طبعا في الجزء بتاع الكراكولم، المحتوى بتاع كل سيشن، الماتيريال بتاعتها، البرزنتيشن وغيره، كمان بيبقى عندك الجزء بتاع ان انت البراكتس بتحل امتحانات، ادي 21 سؤال بنفس الشكل بتاع السيميوليتر بتاع الامتحان بالظبط، اسئله دوس نكست ويطلعوا، ممكن في نفس اللحظه تختار الاجابه، تقول طب هي الاجابه دي تشك هي صح ولا غلط، وفي النهايه بيديك السكور بتاعك. وفي نهايه الكورس خالص لما هتخلص خالص في 7 امتحانات فول اكزامز، 7 فول اكزامز، كل امتحان فيهم 180 سؤال. ده غير ان الجزء بتاع الاجايل، الجزء بتاع الاجايل انا حاطط فيه كويز 30 سؤال وكويز تاني 200 سؤال، الجزء بتاع الاجايل لوحده عشان الاجايل مهم جدا. بس بعد كده طبعا هو الامتحانات ماكس ما بين الاسئله فيها ما بين الاجايل والعادي، فادي 7 امتحانات كامله من اكزام 1 لاكزام 7، 7 فول اكزامز كلهم انتراكتيف سيميوليتر زي بتاع الامتحان بالظبط، اللي هو عندك اسئله وبتختار الاجابه، تدوس نكست وتشوف الاجابه، وممكن في لحظتها تتشك الانسر بتاعك صح ولا غلط، وبيطلع لك النتيجه في الاخر. ده غير ان كمان بيبقى في اوقات اكسبلينيشن للسؤال، هو كده صح غلط، غلط ليه او صح ليه وهكذا. ده غير ان كده كده انا معاك على الواتساب جروب او بالتليفون، ممكن ابعت لكم رقم الشخصي كمان، هبعت لكم دلوقتي على الشات رقم الشخصي ورقم الواتساب علشان تتواصلوا معايا. لان اي سؤال في الامتحان انت ما عرفت من دول، او اي سؤال عامه في اي وقت شفته، او اي حاجه في البرزنتيشن او في اي محاضره انت عايز تسال فيها، بتكلمني بتبعت لي، برد عليك على طول وبنتناقش فيها. وحتى لو في سيشن فاتتك وشفت الفيديو في حته ما فهمتهاش، او ما لا انا الحته دي مش فاهمها وعايز اتناقش فيها، بتكلمني بنحدد ميعاد سوا، ممكن ندخل 1 تو 1 ميتنج ربع ساعه او نص ساعه نتناقش فيها ونفكر فيها سوا. بس فده محتوى الكورس، وده اللي انت هتحصل عليه لو اشتركت معانا ان شاء الله. فممكن نفتح باب الاسئله، لو عندكم اسئله اتفضل، مين عنده سؤال حتى